اهلا بحضراتكم من جديد. يوم حلو النهارده، ويا رب دايما يجعل ايام الاهلي حلوه ودايما في انتصارات وفي بطولات. والنهارده بنحتفي بفريق 2005 ابطال الجمهوريه اللي قدروا يحسموا بطوله الجمهوريه قبل انتهاء المسابقه بسبع جولات. معايا ايضا مجموعه من نجوم فريق 2005، هنبتديها معانا بزياد سامي. مشرفنا زياد. حبيبي يا كابتن، بنورك. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام يا كابتن. ايضا واحد من نجوم الفريق بس اللي جم بقى في الانتقالات الشتويه، احمد خالد كباكا. ازيك يا كباكا؟ ازي حضرتك يا كابتن، متشرف لنا وجود مع حضرتك معانا. اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايضا واحد من نجوم الفريق عمرو بيبو، او عمرو خالد بيبو. شرفنا عمرو. نورك، شكرا. اخبارك ايه؟ الحمد لله. لعل صوتك معانا. الحمد لله. واحد ايضا من نجوم الفريق اللي تم انتقاله من بدايه الموسم من وادي دجله للنادي الاهلي، واحد من هداف الفريق، محمد زعلوك. شرفنا زعلوك. نورك يا كابتن. اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. كله كويس؟ كله زي الفل. نبتدي معانا مع زياد. زياد، انت جيت السنه دي مع اللاعبين اللي تم انتقالهم من وادي دجله للنادي الاهلي. انا كنت في الانتاج الحربي، منتقل من الانتاج الحربي. الانتاج الحربي؟ النادي الاهلي. مش من وادي دجله؟ لا لا. انت جاي مجموعه كباكا وزعلوك. انت جيت من الانتاج الحربي. انت بتلعب مركزك ايه يا زياد؟ بلعب نص ملعب. نص ملعب. رقم 6. رقم 6. المباريات اللي شاركت فيها السنه دي؟ شاركت يعتبر الدور الاول ما عدا 3 4 ماتشات مثلا كده. الاكتر حاجات بيطلبها كان الكابتن سامر في الدور الاول، صح؟ بعد كده الكابتن علاء عبده دخل على الفريق. اكتر حاجه بتطلب منك نواحي دفاعيه اكتر، ولا انك تهاجم وبتاخد حريه في النواحي الهجوميه؟ هو يعتبر يعني هو الاثنين مطلوبين من لاعب نص الملعب عامه، يعني الدفاعيه قبل الهجوميه كمان. فلاعب نص الملعب دايما مشارك مع الاثنين، يعني هو اللي بيعمل كل حاجه في الملعب يعتبر. يعني علشان كده لاعب نص الملعب لازم يهتم بالنواحي البدنيه بشكل كبير. لاعب كتير، لاعب كبير جدا في الملعب يعني. واحد ايضا من نجوم الفريق احمد خالد كباكا. كباكا، كنت هتيجي النادي الاهلي في بدايه الموسم وتاخرت وجيت في الانتقالات الشتويه. حصل شويه مشاكل يعني، بس ظروف خاصه. لا مفيش مشاكل. مفيش مشاكل الحمد لله خلاص. هي حصل ظروف كده بس الحمد لله يعني ربنا اتم الانتقال يعني. بيقول لي دلوقتي مخرجنا، بيقول لي في ودني شبه النني الشعر. طب قول لي، كباكا ده في اسمك ولا ده لقب ولا ايه؟ لا، لقب من وانا صغير. هم حب اسمي يكون فريد من نوعه يعني. طب جديد. طب مين اللي اطلقه عليك؟ واحد صاحب باباي. واحد هو اللي قال لك الاسم ده، فمن وقتها فضلت معاك. طلعت عليا. طب قول لي بقى، في الشهرين دول انت في النادي الاهلي شفت الاجواء ازاي؟ بصراحه الناس كلها بتتعامل مع اللعيب حلو قوي، توفر له كل حاجه. كويس. الالتزام، كل حاجه في النادي، الاستشفاء والتاهيل وكل حاجه، ملاعب كويسه، ملاعب طبيعي، كور، كل حاجه متوفره يعني. شفتك كان في، واحنا بنذيع الماتيريال في مباراه بيراميدز، لما سيف ايمن جاب ركله جزاء دخلت انت سددتها. كابتن علاء كان بيحاول يعني يديني الثقه، وانا برده بشوطها في منتخب القاهره. فهو يعني عارف ان انا بحطها حلو الحمد لله. عارف امكانياتك بشكل كويس. الحمد لله. ده معانا الهدف. هو ده الهدف. لا، ده مش ده الهدف، ده الهدف الاولاني. الهدف الثاني بقى كان ركله جزاء، ده مباراه بيراميدز دي. طيب نروح لعمرو خالد بيبو. بقالك كام سنه يا عمرو؟ بقالي 4 سنين في النادي. كام؟ 4. هخش لك بقى في سؤال على طول. اتفضل. كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، عمرو خالد موجود في القطاع، يحط عليك مسؤوليه الموضوع ده؟ طبعا، هو اي اب اصلا طبعا عايز ابنه يبقى احسن واحد في العالم. فكابتن خالد موجود طبعا، بابا يعني. بتقول له يا كابتن خالد ولا بتقول له ايه؟ بتقول له يا بيبو؟ لا، في النادي عادي بقول له كابتن خالد، في البيت بقى بابا اي حاجه. بس طبعا بيحط ضغط عليا، بس الناس بقى اللي بيكلموا كده برد يعني في الملعب. سجلت في الزمالك، صح؟ الحمد لله. المباراه اللي احنا فزنا فيها 2-1 كانت في 100 عقبه. وسجلت في المباراه الاخيره، كانت مباراه التتويج فيوتشر. صح، سجلت الهدف الرابع برضه. صح؟ طب قول لي، يعني مباراة الزمالك ما ينفعش نعديها. خالد بيبو سجل قبل كده 4 أهداف في مباراة الزمالك، عمرو خالد بيبو ماشي على نفس النهج. لا طبعا، ده شرف لي يعني ان ابقى زيه، ان شاء الله احسن منه يعني. ابرز الحاجات اللي دايما الكابتن علاء والجهاز الفني والكابتن محمد صلاح كل جهاز دايما حريصين يقولها لك، بيقول لي اهتم بكل باص وكل حاجه تيجي تعملها، عشان يعني بيبقى في قرارات تاني من الناس اللي بره، الناس هتقول عليك كذا، الناس هتقول عليك حاجات تانيه، فلازم اهتم يعني بكل حاجه تحصل. بتلعب ايه يا عمرو؟ بلعب فروت، بلعب 7، بلعب 11، كنت بلعب باك رايت السنه اللي فاتت. اكتر مكان بتحب تلعبه؟
بص والله هو يعني هو لاي مكان يطلب منك الهاف، هاف يمين قدام زي ما يمين شفنا شمال. الهدف اللي جبته في فيوتشر صح، اتلعبت لك في مساحه واستلمت ورحت ودوست وشط بوش رجل. واحد برضو معانا من هداف الفريق محمد زعلوك اللي انضموا السنه دي من بدايه الموسم من وادي دجله للنادي الاهلي. زعلوك ما شاء الله دخلت في الفرقه ودلوقتي بتسجل، خدت فورمه المباريات واندمجت. شايف الاول فريق 2005 ويعني وانتوا بتحاولوا البطوله قبل البطوله ما تنتهي بسبع جولات، شايف الانجاز ده ازاي؟ والله هو الفرقه يعني ما شاء الله كلهم كانوا شغالين بشكل كويس، وطبعا الجهاز الفني كان شغال معانا الموسم كله بشكل كويس جدا، والحمد لله ان احنا قدرنا يعني ان احنا ناخدها قبلها بسبع اسابيع، وكنا عاملين حسابنا على ده. يعني عايز اعرف برضو وتحكي لنا قصه انتقالك للنادي الاهلي كانت ازاي، ومين اللي تابعك ومين اللي شافك ومين اللي خلص الاجراءات؟ كان كابتن امير توفيق هو اللي كان معايا يعني، وكان بيتواصل يعني مع هو النادي. اللي كان دايما بيكلمك وتواصل معاك؟ لا ما كانش، كانوا بيتواصلوا مع النادي والنادي كان بيتواصل معايا بس، ورحنا وخلصنا يعني الحمد لله. لحظه بقى انضمامك للنادي الاهلي اكيد خطوه كبيره يعني لاي حد، وحلم مع اي حد يتمناه يعني. صباح شفت ازاي، والسؤال ده هساله للناس كلها، مارسيل كولر هو بيجي قطاع الناشئين وبيتابع المباريات وانت طلعت اتمرنت لك تمرينه مع الدرجه الاولى، شفت الامر ده ازاي؟ حاجه كويسه طبعا، النادي مهتم بالناشئين في كل حاجه يعني، وان شاء الله ان احنا نطلع قريب ان شاء الله. عمرو قول لي نفس الكلام برضو، كولر هو بيتابع وبيجي ويشوف من الملعب المباريات، ده يعني واقع ده عليكم ايه؟ وده طبعا بيدي دافع لكل في الملعب انه يطلع كل اللي عنده عشان يثبت نفسه عشان يعرف يطلع ويحقق يعني النتيجه فوق. يعني ده بيديكوا دافع وحماس ليه. طبعا. زياد شفت ازاي واحنا بنزعل لكم المباريات هنا على قناه الاهلي؟ يعني هو كل واحد بيبقى بيتمنى طبعا ان هو يقدم مستوى كويس الناس تشوفه بيه يعني، وكولر في الفريق الاول يعني، ودايما بيبقى عندنا دافع طبعا زي ما هم قالوا كده. تمام، كباقه طموحاتك بقى انت منضم حديثا النادي الاهلي، طموحاتك ايه مستقبليه مع النادي الاهلي؟ اكيد طبعا اصعد فريق اول في اسرع وقت، انا دلوقتي الحمد لله 3 مواليد 2003. كويس، نفسي يعني ان شاء الله على اخر السنه او السنه الجديده اطلع الدرجه الاولى يا رب. ان شاء الله انا بتمنى لكم كل التوفيق، وقريبا نشوفكم كلكم في منتخب مصر 2005 ان شاء الله، ان احنا عندنا فريق مميز، وان شاء الله قريبا تكونوا مع الدرجه الاولى. بشكركم شكرا جزيلا.